أسبوع حزين على الوسط الفني بدأ بخبر وفاة والد الفنان فايز السعيد وانتهى برحيل الفنانة دلال عبد العزيز. فجع الوسط الفني لهذا الأسبوع بعدة وفيات، وأولها كان خبر رحيل والد الفنان الإماراتي فايز السعيد اللي ودع والده عبر حسابه على الإنستغرام بكلمات حزينة، كما ودع كثير من زملائه بالوسط الفني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يمضي عدة أيام حتى خرجت الفنانة ميساء مغربي ببوست تودع من خلاله والدها، وبمجرد نشر الخبر تسارع العديد من زملائها لمواساتها. ولم ينتهي الأسبوع حتى فجع الوسط الفني في مصر والعالم العربي برحيل النجمة دلال عبد العزيز بعد معاناة استمرت أكثر من 3 أشهر بسبب مضاعفات مرض كورونا. وأعلن الخبر زوج ابنتها أمي الفنان حسن الرداد عبر حسابه الخاص، وشارك في توديعها لمثواها الأخير مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بكلمات مؤثرة لوداعها، وكانت أكثر الصور المتداولة اللي جمعتها بزوجها الراحل الفنان سمير غانم.